خالتي فوتي انتي لجوا وانا عندي مشوار صغير بقضيه وبرجع. شو وين بنتك؟ وشو دخلك؟ انت حامل همك كتير يعني؟ شو صار؟ هربتوا وقت العرف فرهاد بالقصة؟ خفتوا من العقاب تبعه يعني؟ شو يلي رجعك مرة تانية؟ اسمعني منيح يا حقير يا تافه. تفضلي. ادعي لربك انه ما حدا يعرف علاقتك بالموضوع. وعلى فرض عرفوا؟ انا عجني وابنك عجهنم؟ شو غلطان شي؟ لا تاكلوا هم، سركم محفوظ عندي. انت شو عم تعملي هون؟ مو على الاساس كنتي رايحه؟ غيرت رايي، قلت لحالي شو بدي اعمل ببولو لوحدي، وقلت بقلبي كمان ليكي يا تار بضل هذا البيت بيتك، فرجعت ما رح اروح لمحل تاني. لهالدرجه ما بقى عندك خجل ولا حياة؟ كيف لك عين تواجه الكل؟ من شو بدي اخجل يعني؟ لا تعملي حالك غبيه لهالدرجه، لو انه نامق فكر يبلغ عنك. لا تبلشي تحكي كلام ما فيكي تكمليه للآخر. خلينا نقول إني حاولت أقتل نامق والكل عرف بهالشي، شو بتتوقعي إنه يصير؟ بتتوقعي يفوت على السجن وإنتي بتاخدي راحتك هون؟ لا، لأنه الكل رح يضلوا يفتشوا ورا القصة ليعرفوا السبب، وخلينا نشوف الحريقة اللي رح تصير، ولأنه المواد اللي بتسبب الحريق معك نامق رح يحطك قدام الباب بعد يومين بالكتير. انتي بتحبي يصير فيكي هيك؟ اذا عجبك الموضوع روحي وقولي للكل انه يا تار هي اللي عملتها. قولي لي مين رح يصدقك وقتها؟ رح تاخدي عقابك هلا او بعدين يا تار. بس امتى يا ترى؟ ما فيكي تتوقعي، تعرفي ما هيك؟ وانتي عديمة الشعور، تعرفي هالشي ما؟ انتي بأي وش رجعتي لهون؟ بنتك حطت راس كل واحد من هالعيلة بالأرض، شو ما عندك كرامة بالمرة؟ تكوني بحالي بقى. صار في كتير شغلات معنا هون بالبيت وانت هنيك مشغولة بنامق. أمي هذا الكلام عيب ينقال. أنا يلي عم بعمل العيب؟ ممكن تشرحي لي أكتر؟ هذا البيبي اللي إجا من عابدين وشادية بدون علمنا. إيه شو بو؟ طلع ابنها لقولسوم بنت أختي. أها، ما عم صدق، كيفك يعني؟ سألوا أمها خليها تحكي لكم كيف حملت بنتها وكيف ولدت على السكت وكيف قدرت تخبي كل موضوع الحمل والولادة. ما شاء الله على هالترباية. شو يا تار؟ جدول أعمالك معبى على الآخر، لهيك ما عم يصح لك فرصة تحكي. مو أنتي بالذات مالك علاقة بالموضوع. كل شي بيصير بهالبيت بهم كل واحد عايش فيه وبيأثر عليه، وأنا خايفة مشان موضوع تاني. مين هو يلي حاول يقتله لنامك؟ حبيبي ليش طلعت من غرفتك؟ انت لازم تضل مرتاح. النوم ما بيناسبني بالمرة. بما انك اجيت لهون يا تار، بدي تقلك شي مهم كتير، مو هيك يا تار؟ شو اللي عم يصير هون؟ يا تار قولي ولا تخجلي من شي، نامق بضل اخوكي. ما حدا فيكن رح يحكي شو القصة. كيف ولفضيحة كبيرة؟
بس إذا بتوعدني إنك ما تزعل كتير أنا بحكي لك كل شي ما بتعرفه وبشرح لك القصة. أنت مريض ولسه ما تحسنت ولحتى قلبك ما يتعب. فوتي بالموضوع أختي. الولد اللي كان على أساس من عابدين والكنة اللي ماتت طلع بالحقيقة ابنه لجولسوم. شو؟ جولسوم ليش ساكتة؟ لهلا ما قلتي شي. يعني طبعا إذا أنت ما بدك ما رح يصير شي، بس شو بدي أقول عبدي؟ أخي عم أسأل حالي وأقول أنا شو عملت بحياتي ليصير معي هيك؟ يعني أنت مو زعلانة مني؟ مو؟ كيف بدي أزعل منك؟ أنت مجنون شي؟ الله بعت لي اياك نعمة بهالوقت. بس أنا بس شو؟ أنت خايفة من أخوك مو هيك؟ إيه يعني أنا رح أحكي مع فرهاد. ما رح يوافق بالمرة، بحياته ما رح يقول إنه موافق، بعدين رح يزعل منك إلك. بترجاك لا تورط حالك بالمشاكل أكتر منها. اسمعي جولسوم، أنا رح أحميكي وحافظ عليكي تماماً مثل أخوكي. يعني كيف بدي قلك، ما في شي غلط باللي بدي إياه وفرهاد لازم يوافق. يعني هالأغلب إيه؟ جولسوم إذا أنت كنتي موافقة أنا كمان أخذت قراري. أنا ما رح أتركك أنت ونجدت هيك لحالكم. أنت وافقي وكله سهل، رح حارب كل يلي بيوقف بوشي. أنا أبلان بكل شي، لا تخافي ما رح يصير لي شي. أنت ليش عم تعمل كل هاد معي؟ كرمال نجدت عن جد؟ يعني إذا أنت بدك كمان أعطيني هويتك مشان أنا بلش بوراق المعاملة ونكتب الكتاب، شو رأيك أنتِ؟